الإمام علي سلام الله عليه يقول: إياك والاقتراب من المعصية، فإن من يحوم حول الحمى يوشك أن يسقط فيها. اللي يروح شوية قريب ممكن يوقع يطيح داخل هاي الحفرة والأسد يأكله. لا تروح قريب المعصية، الغيها، يوم اللي تلغيها تستريح. الشباك أو الباب اللي تجيك من الريح سدة استريح. الآن أنتوا قاعدين هنا، هل أحد من عندكم فكر في الطفل يقتله؟ لا، شيطانه ما يقدر يدخل عليك. لكن إذا ترددت، بمجرد ما واحد يتردد في المعصية الشيطان يدخل عليه يزين المعصية إليه. قال: نريدك أول شيء تقضي على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم تروح على ري وتصير ملك هناك. قال: اعطيني مهلة. ليش مهلة؟ لا، قل لا وخلاص. بمجرد ما تتردد في المعصية وتحوم حول الحمى يدفعك شيطان له. خلي نشوف هاي المعصية، خلاص رحت.